ولا يفوتني أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، منارات العلم الوسطي القائمين على تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للغلو والتطرف الفكري ونشر سماحة الدين والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يدعو إلى التسامح والرحمة وإعمال العقل في خدم هذه الأمواج العاتية من التشدد والتطرف الفكري بما يحمله من مخاطر حتى على الدين نفسه. شعب مصر العظيم، إن هدفنا الأساسي هو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات والمخاطر من جهة أخرى. ولا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام، ولذا فإننا نأمل في بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة. ولنتذكر دائما أن أمتنا هي خير أمة أخرجت للناس، هي خير أمة أخرجت للناس ما اعتصمت بحبل الله عز وجل وتحصنت بالوعي والعمل، كما أؤكد على أهمية إعلاء لغة الحوار واحترام الآخر والإيمان بحق التنوع والاختلاف وترسيخ أسس وترسيخ أسس المواطنة، والإيمان بحق التنوع والاختلاف وترسيخ أسس المواطنة والعيش الإنساني الكريم لتحقيق الأمان والسلام للجميع. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.